غادي نعطيهم نصائح بالنسبه للخص ولا الربيع. يعني واحد هذه فكره اللي عجبتني انا بزاف وكنفضلها كاع احسن من نقرضوا الربيع وحسن ما هذا كناخذوا غير الربيع ديالنا كنغسلوهم طبيعه الحال من الخل والماء وضروري تغسل مزيان ونخليهم ينشف مزيان تبقاش فيه حتى شي قطره ديال الماء وغادي نهزو غادي نحيدوا له دوك الجذوره الفوقانيين نحيدوهم وناخد داك الورق ديال الطبخ يعني باش كنشفو هكا في الكوزينه غادي ندير واحد ثلاثه ديال المرصوات يكونوا ملاصقين مع بعضياتهم ونحط هذاك ديك يعني ديك الربطه ديال المعدنوس بوحدها ونكلكمها في داك الكارت ديالي في داك البابي ونديرها في بلاستيكه بداك الكارت نحطها في بلاستيكه ولا في بابي سلوفان ونحطها عندي في الثلاجه ما كيوقع له حتى شي حاجه اختي سكينه ما تيكحل ما حتى شي حاجه يعني هذه جربتها احسن حيله عجبتني وملي كنديرو هكا كيكون بحال الا يلاه شريته يعني طري وتتبقى الريحه ديالو زوينه وطري يعني بحال الا يلاه خديتيه ودرتيه عجبني بزاف عجبتني زعما الفكره احسن من انني نقردو كاع ونديرو في الفريكو ولا نقردو ونديرو في قريعه ولا هذه احسن حاجه وكذلك مثل الخص حتى هو كنجيبو كنحل دوك الريوس ديال الخص كاملين كنغسلهم مزيان وما تصوريش اختي كاين الحشرات اللي كيخرجوا من الخص راه واخا تغسلي الغسله اللي دابا واش كنخص خصو اختي تغسل مزيان اي تغسل مزيان يعني ضروري ما تغسلي غير واحد الغسله وتقولي صافي راك غسلتيه تعاودي له وعاوتاني غسله اخرى وعاود يعني حتى كتاكدي انه ما بقاش فيه واحد الحشرات تيكونوا خضر وتيكونوا صغارين بزاف وكيتخشاو ما بين دوك الهادو ديال الخص يعني ضروري نغسلوه مزيان وملي قطرح حتى هويا نشفوه مزيان حتى ما تبقاش فيه قطره ديال الماء ونفس الشيء كنستفوه هكايا يعني هكا يعني طبقات وكنديروه في البابي بحال شكل ديال الربيع وكنديروه في بلاستيك حتى هو وقت ما بغيت ندير شلاضه ولا نفرشوه هكا الدجاج ولا كنجبدو ناض يعني مقاد ما تشل لي عاد ما تبقى عاد يعني تبرزطي معاه وتيبقى زوين وما تيخسرش لانه كنعرفو الا كان هكا كريوس وشريتيه بواحد الكميه شويه هكا كثيره واحد ثلاثه ديال الريوس درتيه في الثلاجه ما كتجي تلحقي على كديري الرف الاول ما تلحقي على الثاني حتى كتلقيه يعني كله خسر يعني كيكونوا فيه شي وريقات خسروا فهكا الطريقه كيكون زوين وكتحتفظي عليه واحد المده طويله بالنسبه للرايب واحد الفكره زوينه بزاف بزاف انا غادي نعطيهم واحد الفكره للرايب غادي يديروه بلا حليب بودره بلا والو كيجي واحد الرايب غزال بحال ديال المحلبات تماما غادي ياخذوا اطرو ديال الحليب والكميه كتبقى على حسب الافراد الاسره المهم اطرو ديال الحليب كنديروا جوج ديال الياغورت ديال البنان ولا ديال الفاني في اطرو ديال الحليب كنديروا جوج ديال الياغورت الا درت جوج اطرو ديال الحليب كدير ربعه ديال الياغورت المهم في كل اطرو جوج ديال الياغورت عندك اطرو ديال الحليب جوج ديال الياغورت اما ديال البنان اما ديال الفاني عندي واحد الساشيه ديال الفاني وكندير هاد جوج اطرو عندي هاد الاطرو ديال الحليب كنهز منه جوج ديال الكيسان ديال العنبه هاد الاطرو ديال الحليب كنهز منه جوج كيسان وكنطرفهم على جنب وكندير الباقي كنديرو كيفيض ليا في البوطه ملي تيفيض ليا داك الحليب تنزيد عليه تنمشي تنهز دوك جوج كيسان اللي هزيت كنزيد عليهم الياغورت وكنخلط مزيان وعاد كنضيفوه على الخليط على الحليب اللي عندنا سخون مفهوم كنضيف داك الحليب اللي عزلت دوك جوج كيسان كنضيف عليهم الياغورت كنخلط مزيان في شي اناء وكنضيفهم على داك الحليب اللي عندي في الكاسرونه صافي ملي كنخلط كلشي كنحتفظ به في كويسات وحنا غادي نجيو لاستيش اللي بغيت نقول لهم ما يديروه لا في الفران ما يديروه لا في كوكوط لا حتى في شي حاجه غادي ياخذوا واحد البانيو ديال الماء يقول بانيو يعني خاوي ويغليو الماء بحال راه يعمروا اتاي ويكبوا في داك البانيو وعادي يستفوا دوك الكويسات ديالهم ويغطيوه بالسلوفان ولا انا كناخذ كويسات بالغطيات ديالهم باش كندير فيهم الرايب وانا مرتاحه صافي وكنخليه تيبات ليله كامله والصباح كتهزيه واش غنقول لك اخي سكينه زاد قلبي الكاس ما تيبغيش يطيح يعني تيتجمد وتيتجبن تيجي غزال غزال بزاف والسكر نسيت ما قلتلهمش السكر على حسب الذوق يعني ديرو سكر ولا ديري تمسوس ماشي مشكل تحليه بالعسل من الفوق مع شويه ديال المكسرات هكا تذوقي بهم الله يجعل البركه احسن كاع ما نديرو فيه السكر اي الله يعطيك مع ديك الحلاوه ديال الياغورت كيجي هو هذاك نتمنى يجربوا ان شاء الله وغنحاول غدا نحطو في القناه لانني دايره انا عليه فيديو ان شاء الله ايه ايه شهيتينا في دابا واخا دابا هاد الوقت ما خلاني نجي عندك ما خلاك تجي عندي انت تشوفي ان شاء الله دابا ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله الحبيبه ديالي الله يجيب ان شاء الله هي مزوينه احسن من هذه ان شاء الله امين يا ربي امين امين الله يحفظك بالنسبه لهذا واحد العجينه زوينه بزاف يديروها كبديل ورقه البسطيله
اللي ما كيزيد تعذر عليها انها تجيب الورقات بسطيله، ولا حتى اللي ما كتعرفش دير الورقات بسطيله في الدار غادي تفكها يعني بواحد طريقه زوينه بزاف. راني درت بها واحد المسيمنات هكا مورقين ودي سيجار جاو غزالين صراحه. راح حطيت الفيديو اليوم في القناه عندي. غادي ياخذوا غير الطحين ديال الفورس، غادي يديروا فيه واحد شويه ديال الملحه وراس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. راس معلقه صغيره كنأكد عليها، ما تكونش نص ولا ربع، ولا يكون الراس عامر بالخميره ديال الخبز، ومعلقه ديال الخميره ديال الحلوه اختياريه. بغاو يديروها ما بغاوش يستغناو عليها. وكندير واحد نص معلقه ديال الخل، وكندير واحد شويه ديال العسل ولا شويه ديال السنيده، المهم ليهم الاختيار. وكتعجني ديك العجينه غير بالماء بارد ديال الروبيني صافي، وكتحتفظي بها بلاستيكه وكتخليها ترتاح صافي. وكتهزيها اختي سكينه كتخدمي بها اللي عجبك اللي بغيتي، يعني كديري كريسات غير صغيورين قد المشماشه وكتورقيهم كتخليهم يرتاحوا. هي هاد العجينه شنو هو السر ديالها؟ هو الراحه. عجنيها خليها ترتاح، قرصيها كريسات صغار خليها ترتاح، بداي تخدمي فيها بحال كتخدمي يعني باش غنقول لك كتعطيك الطوع يعني زوينه بزاف صافي. وكنورقها يعني مزيان حتى كيبدا يبان ليا البوطاج ديالي ولا البلاصه اللي كنخدم صافي. وكديريها على شكل مسمنه مربعه، هذيك الكره اللي كورنا صغيوره كنديرها على شكل مسمنه مربعه، وكنبقى نحط في اللاطة. ملي كتحطيهم عاود كيرتاحوا مزيان كتهزي المربعه الاولى المليويه المربعه الاولى اللي لويتي، وكتخدمي بها اللي عجبك، كتسرحيها قطعيها على جوج على ثلاثه، ديري دي سيجار، ديري مربعات هكا مسمنات كروات، ديري المهم الشكل انت اللي جا على بالك، يعني انت تفنني في ديك العجينه ديالك وكتجي ما نقولكش اخي سكينه. اقسم لك بالله الا كنديرها كتقرميشه ديال ورقه البسطيله، وديك الطبقات ديال يعني بحال الا راكي دايره ورقه البسطيله تماما ما كاينش فيها زعما الشك. هادشي اللي بغيت نقول لكم. الله يحفظك. بالنسبه للتنظيف ديال البوطه، غتاخد سيده غير صابون ديال البلدي وتخلطو مع خماره حمراء وتعجنهم مزيان وتدهنهم البوطه ديالها وتخليها غتجي واحد شويه غتلقى دوك الاوساخ كلهم تقلعوا، كلشي كيتقلع يعني بواحد الدرجه زوينه بزاف. وحتى الحريق الا تحرقات لك الكوكوط هكا الله يحفظ، يعني لصقات لك شويه هكا من تحت وداك السيق يعني خايب ما بغاش يتقلع يعني بزاف نيت، تاخذي واحد شويه ديال الماء ديال الجافيل ديرو في ديك الطويوه ديالها وتشعل عليه على عافيه مهيله، غير جافيل بوحدو بلا ما بلا والو، وتشعل عليه على عافيه مهيله غير اون فوا يبدا يطبخ داك جافيل في هذا طفي صافي وخليها واحد شويه تجي تلقاي كلشي تقلع، كلشي تقلع. وديك الساعه ضروري ديك النصيحه اللي كنا قلنا بشحال هادي، شي شويه ديال الصابون البلدي وخميره ودهنهم وتخليها واحد شويه وتجي ودوز، غتولي الكوكوط هكا كتلمع ما تيبقاش الاثر ديال الحريق نهائيا.